طيب أستاذة عائشة القلاع، أنت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، واكبتم البارحة ملف الطفلة تفلت. أولا كيف تلقيتوا هذا القرار من سنتين إلى 10 إلى 20 سنة؟ طبعا الجمعية المغربية لحقوق الضحايا تابعت هذا الملف عن قريب من خلال اتصال يعني العائلة بالطفلة، بالاستماع لهم، معرفة ظروف وملابسات هذه الأفعال الإجرامية التي ارتكبت في حق طفلة القاصر وهي سن 11. يعني من خلال ما توصلنا له أنه هذه الطفلة عانت من أفعال بشعة بشكل كبير. اللي كان يعني مؤسف هو تقدير المحكمة أو الغرفة الجنائية الابتدائية لخطورة هذه الأفعال، يعني واتجاهها في إطار تخفيف العقوبة، مع العلم أنه المواد في القانون الجنائي 485، ولو أنه ما تمتش متابعتهم هذا الفصل 486 ديال هذاك العرض، العقوبات في حالة القاصر كتوصل حتى 30 سنة. يعني استغربنا من هذه السلطة التقديرية للقاضي بين 30 من 10 إلى 30 سنة أنها يعني تصدر أحكام وعقوبات مخففة بهذا الشكل، لدرجات كذلك استغلال واستعمال، ماشي تطبيق القانون، استعمال القانون مع الأسف بواحد الطريقة اللي أساءت للقانون وأساءت للقاضي. الفصل 147 والفصل 55 من أجل تبرير المدة الموقوفة ديال 6 شهور بالنسبة للمتهمين. كان اعتبره كجمعية مغربية لحقوق الضحايا اللي توصلت بطلب مؤازرة من الأب ديال الطفل القاصر، واللي تابعت الملف عن كتب وبجدية، وكلفات مجموعة من المحامين اللي نابوا واللي يعني استمروا في الجلستين للخميس الماضي ولا الخميس البارحة، يعني من بداية الجلسات إلى آخرها إلى الثانية صباحا أثناء النطق بالقرار الجنائي الاستنافي. طبعا اعتبرنا بأن هذا القرار طبق القانون بشكل يعني عادي جدا، لأن المفروض أن هذه هي المقتضيات اللي المفروض تطبق في حالات مماثلة. لأنه لو تبعنا الجلسة اليوم المحكمة أو الغرفة الجنائية الاستنافية رجعت الأمور إلى نصابها، يعني هذاك الخلل الذي أصاب القرار الجنائي الابتدائي من خلال تطبيق غير سوي لبعض المقتضيات القانونية هو اللي خلى المحكمة اليوم ترجع الأمور نصابها لإنصاف هذه الطفلة، لإنصاف أسرتها، على الأقل جزء نسبيا من رد الاعتبار، تعويض مادي 40,000 درهم للمتهمين لكل واحد منهما اللي تم الحكم عليهم بعشر سنوات سجن النافذين، و60,000 درهم بالنسبة للأب البيولوجي للطفل اللي يعني اللي تسبب في الحمل. نعم، اللي تسبب في الحمل، واللي مع الأسف في حوادث مماثلة، لأن هاد القضايا ما عندهاش غير البعد القانوني، دي قضايا عندها بعد اجتماعي اولا، عندها بعد نفسي، عندها علاقات، لان هادو جيران. يعني اليوم نتج عن هذا الاغتصاب، ولو اننا خلال الجلسه البارحه طلبنا من المحكمه اعاده تكييف لمتابعه المتهمين بالاغتصاب، لكن رفضت هذا الملتمس، لانه بالنسبه لنا القانون 485 كيعرف الاغتصاب مواقعة رجل للمرأة بدون رضاها في حالة القاصر، العقوبة من 20 إلى 30. يعني بين الأمر واضح بالنسبة لكم، الأمر واضح، ولكن بالنسبة للآخر كيقول لك بأنه نحن أمام ملف واحد، يعني ضحية واحدة نفسها، المتهمين نفسهم، وقائع نفسها. ما الذي تغير ضمن قناعتنا؟ نحن نتحدث عن قناعة القاضي، ما الذي تغير وما الذي تقدمتم به كدفاع من أجل يعني تغيير أو يعني الدفع بتغيير هذا الحكم؟ هذا الحكم القرار الجنائي الاستنافي هو القرار العادي اللي طبق القانون، الإشكال كان في القرار الجنائي الابتدائي. طبعا راه حالات كثيرة مع الأسف، المسألة كما قلت ما عندهاش البعد القانوني فقط، فيها القناعات القاضي،
فيها الخلفيات التي تحكم القاضي، فيها توجهاته الفكرية. يمكن يكون قاضي يطبع مع الاعتداءات الجنسية، يعني الاغتصاب ديال طفلة يمكن يكون عنده أمر طبيعي، ويمكن ما ولكن نحن أمام نصوص قانونية. نعم طبعا، لأن النص القانوني كيعطيه الحق في السلطة التقضية باش ينزل على الحد الأدنى للعقوبة. يعطيه السلطة التقضية من سنتين إلى 20 سنة؟ إيه، دابا القاضي الابتدائي راه طبق وعلل بمقتضيات أن القانون يعطيه في إطار السلطة التقديرية لو بين الحد الأدنى والحد الأقصى، يمكن ينزل حتى على الحد الأدنى للعقوبة، ولكن يعلل. مع الأسف التعليل اللي أعطانا غير مقنع، لأنه كان الأمر يتعلق بجرائم أخرى يمكن تقبلوه، ولكن في جريمة اغتصاب وهتكار وتغرير بقصر والتهديد بالسلاح الأبيض نتج عنها افتضاد وحمل رضيع، يعني البشاعة ديال هاد الأفعال والنتائج والآثار اللي خلفتها هاد الأفعال نفسياً واجتماعياً وكل النواحي مادياً على هاد الأسرة ككل، يعني القاضي كان مفروض يستوعب هالشي. مع الأسف القضاة كيحتاجوا تكوين، ما كاين قضاة، لأنه القاضي اللي غيتعامل مع الطفل كاين الاتفاقية الأوروبية لحقوق الطفل، كاين الاتفاقية الدولية اللي احنا مصوتين عليها، ولكن كيفاش كنفعلوا هاد الاتفاقيات اللي احنا كنصادقوا عليهم، كيتصوت عليهم في البرلمان كنصادقوا عليهم، ولكن كيفاش كنفعلوهم؟ خص فيهم خطط واستراتيجيات اللي توضع القضاة. القاضي خصو يكون متخصص اللي كيتعامل مع الطفل. الجريمة الاغتصاب في حق الطفل ماشي هي جريمة اغتصاب في حق امرأة عندها 30 سنة أو لا طفل عنده 40 سنة أو لا شاب عنده 30 سنة، مختلف الأمر. الاغتصاب في حق واحد عنده شخصية وقوة ومناعة ماشي هو الاغتصاب في حق طفلة بحال طفلة ديال الأمس اللي اليوم ولات أم مجبرة ما قدرش توقف أمام المحكمة، يعني احتاج ليها ما ولوش هزينها، وثلاثة المتهمين اللي تناوبوا وكرروا عملية الاغتصاب وهتك العرض والتهديد بالسلاح، كيسألها القاضي علاش ما غوتيش علاش بالغوتي، قالت له كيهدني غيقتلني، وكيقول لها بالموس بأنه إلا تكلمت غيقتلها وقتل عائلتها. يعني أحيانا كتبقى تسأل واش انت فعلا في المغرب ولا وهادو خارجين على المغرب، واش كاين يعني دي ميليو سوسيو كولتورال ديفيرون، زعما هاد الناس هادو ما وصلوش بانه راه كاين شي حاجه سميتها حقوق الطفل، ما كاينش حاجه اعلاميا. الناس كلها كتستعمل اليوم الانترنت، يعني هذاك الانترنت اللي كيستعملوه في تيك توك باش يشوفوا الفضائح يشوفوا، لا يستعملوه باش يشوفوا بانه راه كاين تطور في منظومه حقوق الانسان، وراه غير الاحترام الانساني هادو جيران غير بمنطق داك المواطن البسيط، لان هاد المتهم حتى واحد فيهم ما قارب. ولكن البعض كيقول بانه هاد رفع العقوبه من سنتين الى 20 سنه من شانه انه لا يعطي الاطمئنان للقاضي. القاضي مفروض انه يتعطى نوع من الحمايه في نوع من الاريحيه في الاحكام، ربما ما كتشرطش الراي على انه هذا القاضي من خلال هذا الحكم تاثر بما جراجة حوله تداعيات القضية. طبعا ما يمكنناش ننفيو بأنه راه هاد التعبئة الإعلامية ومتابعة الرأي العام الوطني والدولي للقضية، ولكن علاش كانت هاد المتابعة في الأصل؟ يمكن هاد الشيء يقدر يكون عنده شي تأثير، ولكن أعتقد رغم التأثير القاضي لم يطبق إلا القانون اللي أمامه، زعما ما درش حاجة ليكستراوردينار. القانون كينص على هذه العقوبة أكثر من هذا، راه العقوبة حتى 30 سنة في حالة هالطفل راه كتوصل حتى 30 سنة. حنا كنا كنتظروا رفع العقوبة، النيابة العامة كذلك مشات في اتجاه أقصى العقوبات. ربما حتى النيابة قال فيما قال ربما لو كان الإعدام نطالبوا به في هذه الحالة هذه. إيه طبعا، لأنه لو اللي تبع الجلسة بحضور المتهمين اللي اختاروا استراتيجية الإنكار لدرجة أنكروا حتى معرفتهم بهذه الفتاة وهي من جيرانهم، بل أكثر من هذا كان علاقات عائلية. الشاهدة اللي كانت يعني صرحات أمام الدرك أمام الضبطة بأن كانت كتحضر مع أحد المتهمين باش كتراقب هي الباب وهو كيدخل يمارس الجرائم ديالو الجنسية على الطفلة اللي هي بنت جيرانها يعني وصديقة ديالها،
الاب ديال الشهيده اللي او الشهيده نفسها اللي جابوا لنا قصه جديده بان هذيك التصريحات كانت بناء على تعنيفها الجسدي من طرف الدرك، وبالتالي صرحات مع العلم. احنا كنطرحوا سؤال علاش هاد الدرك غادي يعنف شهيده، مع العلم ان الدرك بالعكس نصحوا الاب انه يمشي يدير خبره او اللي يدير شهاده طبيه الكونسلتاسيون البنت ديالو لانها تقدر تكون حتى هي حامل. يعني كل الظروف كانت كتعطيك مؤشرات ديال وضع اجتماعي وانساني يعني اوريبل غير خطير جدا بالنسبه لها الطفله وبالنسبه للعائله ديالها. المحكمه باش تطبق هاد الامور او النيابه العامه باش ترافع، يمكن هاد الحركيه اللي كانت في المجتمع خلاتهم يعاودوا يسترجعوا، لان هذا هو الاشكال. الاشكال في انه ما كاين استيعاب لخطوره الجرائم الجنسيه على الاطفال من جميع الاطراف. الوزيره ديال التضامن كتقول لك نحن نتابع الملف. دابا الحكومه ولات كدير الملاحظه، هي اللي مسؤوله على وضع القوانين، يعني لا تختلف عن باقي الاطراف في يعني الملاحظه، كأي جمعية مدنية كأي هذه الحكومة اللي خصها كتوضع مشاريع القوانين، خصها توضع الآليات ديال الحماية ديال الوقاية قبل من هذا. الطفلة عمرها ما دخلت للمدرسة. هذا هو السؤال. نحن الآن في طي شبه نهائي الملف في انتظار محكمة النقد، ولكن هذا ألا يفتح باب نقاش أكثر لتوسيع النقاش فيما يخص الترسانة التشريعية من أجل حماية قانونية دائمة مستدامة للقصيرين؟ طبعا هذا الملف هذا ولاش قلت لك، لأنه اليوم هذا كيحرك المجتمع ككل وكيحرك المسؤولين والمتدخلين في المجال، لأنه ماشي فقط ملف سناء، راه سناءات كما اقول اطفال وطفلات كيتعرضوا للاغتصاب اليوم الى ما استوعبناش وما خديناش الدرس من هذا الملف غنمشيو عاوتاني في نفس الوضع. وانا اقول لك راه عندنا ملفات اخرى كانوا فيها اطفال ضحايا الاعتداءات الجنسيه وكانت احكام مخففه جدا، بل عندنا حكم في اسفي ديال البراءه في الاستئناف بعد ما كانت 3 سنوات حبسا نافذا ولات البراءه في الغرفه الاستئنافيه. كاين تساهل كبير لانه المجتمع طبع مع الاعتداءات الجنسيه، واكثر من هذا حتى اللي عندهم الجراه ديال يبلغوا ويحميوا اطفالهم ويمشيوا يوقع الاجرام كيتواجهوا بهذه الملفات. كاين ملفات اخرى كيتواجهوا بهذه الاحكام، ملفات اخرى اصبحت المشتكيه متهمه بالتشهير وبالتبليغ بجريمه ما وقعاتش، يعني مع الاسف كاين وضع غير عادي بالنسبه لهاد. يعني كنتكلموا على المقاربه التشريعيه، يعني كيف ممكن هاد الملفات ديال الاعتداءات الجنسيه كاين فيها واحد التعامل ديال الهروب الى الامام، يعني الطابو خليوه حتى واحد ما قادر. يعني اليوم الترسانه التشريعيه كما قلتي لهاد الاعتداءات فين كنصيبوا المقتضيات القانونيه؟ كنجيو انتهاك الاداب، حنا ماشي انتهاك الاداب، حنا راه امام جرائم خطيره ديال اغتصاب الاطفال، انتهاك الطفوله هادي الحياه، ماشي انتهاك الاداب. هذا التبويب ديال الماده في القانون الجنائي داخله في انتهاك الاداب. وفاش كنتكلموا على الانتهاك العرض او لا هذاك العرض او لا الاغتصاب، كنجيو حتى لاخر الفقره والماده وكنديروا لها بانه في حاله ان الامر الضحيه قاصر العقوبه ترتفع الى كذا وكذا، في حين ان خصنا منظومه تشريعيه لحمايه الطفوله وحمايه الاطفال وضمان حقوق الاطفال تكون خاصه بالاطفال، سواء في المدني او في الجنائي او في مجموعه ديال المجالات اللي مخصصه للطفل. احنا عندنا اتفاقيه دوليه حقوق الطفل وغير نلائموها مع المقتضيات القانونيه ديالنا، ما نبقاوش باش تعرف بانه ما كاينش ما معطياش الاهميه لهذا الموضوع، مع العلم انه موضوع مهم جدا عنده تاثير اجتماعي واقتصادي ونفسي وسياسي كذلك وحقوقي، لان غدا كيحاسبونا برا فين وصلنا في مجال ديال تمكين الاطفال والنساء من حقوقهم داخل المجتمع المغربي. وبالتالي
الا كنا كنشوفوا هاد الاطفال اللي مسكوت عليه، لان الاحصائيات اللي كتعطينا رئاسه النيابه العامه راه ماشي هي الاحصائيات اللي كاينه، لان كاين اللي ساكتين ما عمرهم ما بلغوا، وغادي يكون اكثر من اللي كيمشيو يبلغوا على الاعتداءات الجنسيه. يعني اليوم خصنا مشرع يوضع مقتضيات قانونيه بشموليتها خاصه بالطفل، حقوق الطفل. ثانيا عندما نتحدث على طفل ما كنظنش غادي نبقاو نناقشوا واش كاين عنف ولا ما كاينش عنف. كاين طفل، طفل لا يميز، عنده ضعف نفسي وجسدي، فئة هشة دائما كيتمارس عليه العنف. اي فعل جرمي كيتمارس عليه كيكون بعنف. ما يمكنش نناقشوا واش الطفله عندها الرضائيه ولا ما عندهاش الرضائيه، والا غادي نكونوا يعني ما منسجمينش مع لا دستور المملكه ولا الاتفاقيات الدوليه ولا الدراسات العلميه اللي خاصه بسيكولوجيا الطفل. ثانيا السلطه التقديريه في جرائم الاغتصاب، حق النساء كذلك وحق الاطفال، لاننا كنقول ملف سناء هو كيعالج واحد الظاهره كاينه داخل المجتمع، وبالتالي خص التعاطي معها بشموليتها ومقاربه اللي تكون شموليه. السلطه التقديريه في هذا المجال خصها تكون محدوده بالنسبه للقاضي. ما يمكنناش في الاغتصاب نعطيو سلطه تقديريه من 5 سنوات ل30 سنه، ويمكن ينزل الحد الادنى لسنتين، ويمكن يستعمل يبرر بالفصل 55 حتى الحد حتى الموقف التنفيذ. لا، كيف يمكن يعقل هاد الطفله اللي تعرضت لاعتداء جنسي من 3 المتهمين في واحد الوضعيه الى غير ذلك، كل هاد الظروف كلشي كيعلمها، نعطيوهم عامين ديال الحبس. الحبس كسؤال اخير، حنا امام طفله موجوده على الضحايا، كاينه الطفله والوليد ديالها، واش ما كاينش تدابير موازيه اخرى من اجل الحمايه الاجتماعيه لهذه الطفله هذه؟ انا كنتمنى هذه الوضعيه، ما كاينش تدابير حمائيه مع الاسف، ما كاينش. هذا هو الاشكال الحقيقي، لان كنقول لك نادي عندها 12 سنه، العمر باقي طويل، الرضيع حتى هو، هي خصها بريزون شارج، لان هي خصها التكفل. دابا خص اللي تكفل بها، كاين مساهمه المجتمع المدني لجانبها فيما يخص يعني التحاقها بواحد المؤسسه كتمارس شي مهنه الحلاقه دابا الان، او لا بالنسبه للبسيكولوج جمعيه اخرى اللي تكلفات من بسيكولوج. يعني كاين المجتمع المدني اليوم اللي حتى بالنسبه للمحامين راه بين الجمعيه المغربيه حقوق الضحايا اللي بقات مواكبه مع هذا الملف حتى البارحه في الثانيه صباحا. يعني المجتمع المدني حاضر، صحيح ان القضاء رد الامور نصابها، وهذه رساله لا المختص بالاطفال والطفلات، لا المجتمع ككل، لا الاباء والامهات باش يعني ينتبهوا لحمايه ابنائهم، لا القضاء ايضا، القضاء حتى هو رساله. طبعا هذا الشيء علاش كنقولوا بان خصنا مشرع اليوم يحد، لان ملي كتعطي للقاضي والقاضي غير متخصص، القاضي بالنسبه له اعتداء على طفله، ويمكن كاين اللي كيقول لك لا راه احيانا هذا الشيء راه معروف في هذيك المنطقه الى غير ذلك، حتى واحد الظلم مجالي كيتمارس على هاد المنطقة هادي. علاش هادي ماشي مغرب، الرباط والدار البيضاء ومغرب، وهاد المنطقة النائية في تيفلت ماشي مغرب، ماشي مواطنين، ما كيطبقش عليهم دستور المملكة وقوانين المملكة بحالهم بحال المغاربة. يعني كاين مجموعة المعطيات، لهذا كنقول بأنه المعالجة خصها مقاربة شمول، خصها إمكانيات، مخصهاش غير قانون نوضعو، خصها إمكانيات مادية، الاليات ديال الحمايه. هاد الطفل اليوم حنا عندنا مشكل قانوني اليوم في مدونه الاسره باش يتم الحاقه بالنسب ديال الاب ديالو، رغم ان الاب، انا طرحت عليه هذا السؤال في المحكمه، لانه هو نكر علاقته بالطفله، ونكر انه ارتكب على اي فعل جرمي جنسي، ونكر ان الطفل ديالو، واجهته المحكمه بالخبره الجينيه 99.99%، قال انا ما عرفتش كونس، هذا هي لا ريبونس، لأن اختاروا ينكروا. ومع الأسف هذا الشيء خصو حتى المحامين خصهم يعيدوا النظر في التعامل معها بحال هذه القضايا. يمكن ينكر السرقة ديال أن أوبجي، ولكن كتنكر مستقبل وبراءة الطفلة اللي تغتصب، وطفل اليوم اللي مجهول المصير، المستقبل ديالو غير معلوم. حنا غناخذوا معركه كذلك فيما يخص هذا الطفل هذا، من اجل على الاقل هويته
وتلحق بالنسب ديال الاب ديالو. ولكن راه عندنا اشكال حقيقي. انا سالته في السجن طلب هو من المحكمه وعطات صدرات المحكمه امر ديال الموافقه على هذاك الطلب ديال الحاق النسب ديال الطفل والتزامه بالنفقه عليه. منين سالته انا قلت له طلبتي هاد المسائل وانت في السجن؟ قال اه. قال له القاضي علاش طلبتي هاد الشيء ياك انت كتقول الابن ماشي ديالكم؟ قال له ما عرفتش انا هي قالوا لي كاينه الخبره وطلبت هاد الشيء. بمعنى كيفاش كيتخاد هاد الموضوع بواحد يعني التساهل من طرف الجاني ولا من طرف انا. هادشي علاش صدر الحكم الابتدائي بسنتين؟ لان الامور كتخد مع العلم انها عندها تداعيات خطيره جدا كما اقول دائما على الضحيه ولا على الاسره ولا على المجتمع ولا على الدوله. كيكلف هادشي كثير الدوله كذلك كيكلفها ماديا وسياسيا وحقوقيا. لهذا اليوم كنظن هاد الملف ديال سناء يمكن يفيق شويه لكل المتدخلين في المجال لا تشريعيا ولا مؤسساتيا ولا مجتمع مدني كذلك. جزء كبير من بعض الجمعيات اللي كتابع بعض الملفات وكتوجد فيها التقارير تصيفطها للبرلمان الاوروبي وتصيفطها للمنظمات في اوروبا ما بانش حتى بلاغ ديالها الان مع الطفلة او لا مع الاطفال والطفلة الضحايا الاغتصاب. المجتمع المدني اليوم برهن على اليقظة ديالو في مثل هاد القضايا، ولكن داخل الوطن غادي نحتجوا وغادي نناضلوا باش ان الامور تاخذ الطريق ديالها تبقى الاتفاقية الدولية اللي حنا كنامنوا بها الحقوق الانسان حقوق الطفل تبقى دستور المملكة وملائمة القوانين اللي فيها هفوات لهذا الآليات كذلك اللي خص الدولة تحمل المسؤولية وخلق مراكز خلق يعني الوقاية قبل من الحماية قبل من التكفول قبل من عدم الإفلات من العقاب. كلها تدابير اللي خصها تكون موضوعة في برنامج استراتيجية ديال الحكومة لأن هذا المدى المتوسط والطويل خصها تكون وضع استراتيجيات إضافة إلى الإجراءات اللي يمكن تكون على المدى القصير. كنقول يعني اليوم كنتمنى يكون درس خاصة للناس اللي كيعتبروا بأن هذه أمور اللي هي بسيطة، ولكن الحقيقة أن الاعتداءات الجنسية خاصة على الأطفال والطفلة راه تدمر بشكل كبير. ولكن غنوصلوا نظرنا طبعا ونتمنوا أن لا الأحكام القضائية ولا العمل ديال المجتمع المدني أنه يساهم في الحد من هذه الظاهرة. أستاذة عائشة قلاع كنت معنا، أنت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، شكرا جزيلا لك. العفو، شكرا لكم.